أمير خالد بن فرحان السعود، وأسألك فيما يتعلق بالحكم على 8 من المجهولين، هل تتوقع بأن العالم سوف يصدق الحكم على 8 أشخاص لم يتم ذكر أي شخص منهم وهم جميعهم متهمون في مقتل خاشقجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع العملي العالم جميعا يدرك مدى ظلم هذا النظام القضائي في السعودية، لعدم استقلالية القضاء وفقدان مبدأ سيادة القانون، هذا بصفة عامة. على الجانب الآخر، فإن نتائج محاكمة وأحكام قضية قتل واغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي جميعها باطلة، يعني محاكمات سرية أشبه بالمسرحية الهزلية، يعني رغم عالمية الجريمة، وقد برأت كل الكبار المتورطين في إصدار الأمر المباشر، وأولهم بالتأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومساعديه الاثنين سعود القحطاني، وهو أقيل من منصبه بعد حادثة جمال خاشقجي مباشرة، لأنه يعني الرأي العام أشار بأصابع الاتهام إلى سعود القحطاني مباشرة، وكان يعمل كمستشار ومشرف عام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي السعودي. وبرأت كذلك المحكمة أحمد عسيري، وهو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية والمتحدث باسم القوات المشتركة في عاصفة الحزم سابقا، وهو كمان أعفى في نفس الوقت من منصبه بهذا المنصب من الاستخبارات العامة عقب إعلان السلطات السعودية على مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. في المقابل قامت المحكمة بدفع يعني مجهولين للإعدام ككبش فداء وقربانا لحماية ولي العهد، هذا الشيء يعني الداني والقاسي يدرك الأمر هذا، ودفنا لإصرار القضية بكاملها يعني بحكم غامض بإعدام 5 أشخاص ولم تسميهم بأسمائهم، وهذه يعني ما صارت قبل في قضايا دولية، ما سمعنا عنها أن يصير أحكام بدون أسماء يعني هذا. ولكن سيد خالد، البعض ربما يتساءل، هل ثمة محاكمات أصلا قد حدثت لقتلت جمال خاشقجي، طالما أن أحد الصحفيين سأل في المؤتمر الصحفي عن عدد الجلسات فيبدو بأنها كانت سرية ولم يطلع عليها أحد، أو صحافة مستقلة في أقل تقدير؟ يعني بصفة عامة كل المحاكمات الخاصة بمثلا بأصحاب الرأي أو المعارضين أو ما شابه ذلك ضد النظام السياسي السعودي، من المعروف أن النظام القضائي السعودي نظام يتعامل معهم بالطريقة السرية في كل شيء، حتى المحاكمة سرية، ولا يسمح لهم مثلا بإقامة محامي يدافع عنهم، وفي أشياء كثير تمس إجراءات العدالة في المملكة العربية السعودية، وأنا شرحت هذا بالتفصيل في كتابي اللي هو مملكة الصمت والاستعباد بالجزء الأول، شرحت كامل النظام القضائي السعودي وإيش الأشياء اللي تؤخذ عليه يعني. لكن على أي أساس إذن سوف يتم تطبيق عقوبة الإعدام وهناك محاكمات بهذه الضبابية أو الهزلية بحسب ما وصفها البعض؟ نعم، يعني في الحقيقة هذه المحاكمة محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، لأنه وهذه فيها مشكلة كمان كبيرة وعويصة من جانب آخر على محمد بن سلمان من ناحية بطانته المقربة الضالعة في هذه الجريمة، يعني هو لو مثلا تنازل أو هذه البطانة فقدت ثقته فيه لعدم قدرته على حمايته مستقبليا، ما هيطيع له أي أمر مستقبلي، وهذه يعني بيحسبوا لها حساب داخل الإدارة السعودية أنه ما هيكون ذاك الأمر اللي تعادت عليه الإدارة السعودية يعني. وفي الحقيقة كمان هذه محاكمة إحنا لازم نسأل بعد مسألة التوقيت المحاكمة الآن ليش، يعني مسألة التوقيت تدلنا على الهدف من إقامة عرض هذه المسرحية الهزلية للرأي العام العالمي. أنا من رأيي الشخصي هو يعني المحاكمة الحالية طرحت للرأي العام الحالي الآن في الوقت لتخفيف الضغط الأمريكي على محمد بن سلمان، وخاصة أنه بيطمح أنه يمسك يعني يتولى سلطة المملكة في القريب، وهذا تزامن مع منذ أسبوعين عندما طلب مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يوم حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا. ولكن هذا السيد خالد، هل هذا سوف يدفع العالم إلى موافقة ابن سلمان على ما يقومون أو على ما يقوم به ويصبح هو يعني ملك المملكة العربية السعودية، أم سوف يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة في هذا الملف؟
أنا أتكلم معك بصراحة من ناحية يعني نترك الأمور الملف هذا وغير الملف. محمد بن سلمان بصفة عامة تخشى منه الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية أو مثلا الإدارة الأمريكية العميقة تخاف من سياسات محمد بن سلمان لأنه متهور. محمد بن سلمان ممكن يقيم حرب عالمية ثالثة، وإحنا شاهدنا في تصاعد مع السعودية وإيران عندنا في الخليج العربي، وعلى الصعيد الآخر في مناوشات بين تركيا ومصر. النقطتين هذول ممكن يقوموا بمنتهى السهولة حرب عالمية ثالثة يعني، وأنا أشوف أنها ما هي بعيدة. محمد بن سلمان من القيادات اللي يعني أنه ممكن بالطبيعة الحال أنه تقيم حرب عالمية بسبب يعني شخصية ما هي عقلانية بالدرجة المطلوبة لإدارة هذه البلدية. ولكن هناك حديث أيضا عن تهدئة حدثت أو مباحثات حدثت بين الرياض وبين طهران. سيد خالد ابقى معنا، أنتقل لك دكتور أيمن وأسألك كيف تقام محاكمة ويتم الحكم فيها بالأعدام وتبرئة مسؤولين كبار وحتى الآن لا يعلم أحد أين هي جثة جمال خاشقجي؟ هذه إشكالية، يعني إشكالية بالنظام السياسي الحاكم عادة. يعني عندما تغيب ملفات الديمقراطية وملفات أساسية بإدارة الدولة، الفصل ما بين السلطات، هذا هي النتائج الطبيعية يعني حقا لمنظومة الاستبداد الموجودة الآن في أكثر الدول العربية. فتقام مثل هذه الدعاوى، توجه الاتهامات بالكيفية اللي هم يروها. الإشكالية الحقيقية أنه يعني هل هذه هي جاءت يعني في سياق محاكمات ارتأتها المملكة العربية السعودية وحددت يعني موعدها بالشكل الصحيح وأقامتها كدعاوى قضائية على أساس أنه السلطة القضائية السلطة مختصة تدير شؤونها بشكل صحيح، أم أنها يعني ضمن معترك دولي وضمن توازنات دولية موجودة؟ هذا جانب. الجانب الآخر أنه إحنا أنت لماذا تستغرب عن طريقة المحاكمة ولا تستغرب عن طريقة القتل التي تمت في 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 في, في القنصلية السعودية بإسطنبول؟ يعني طريقة القتل تدل على أنه طريقة المحاكمة يعني أمر طبيعي، يعني طريقة قتل ارتكبت فيها يعني فظائع وسلوكيات لم تحصل، اختراق للقانون الدولي، اختراق لقانون الحصانات التي يعني منحته الأمم المتحدة للدول في سبيل يعني رعاية شؤون أبنائها في الدول الأخرى وأعطتهم امتيازات، ولكنها لم تعطيهم مثلا شرعية القتل في 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 مثل هذه والقتل والتقطيع بالمنشار فيها. فلهذا ما نستغرب دكتور يعني تستغرب عن حديث حديث عن إذابة الجثة بالأسيد، حديث عن التعاون مع متعاون تركي وإخفاء الجثة ولا يعلم أحد أين هي. مشكلة يعني بعيد عن كل يعني ما يحصل. هل يعني السعودية هذه الدولة اللي تعتبر مثلا يفترض من الدول الكبرى العظيمة اللي هي الآن يعني مثل ما يقول مكان ومهبط الوحي، تهفو لها القلوب، تمثل شرعية كبيرة أو رمزية للدول الإسلامية، تدار بهذه الطريقة، تقتل بهذه الطريقة، وتحاكم بهذه الطريقة، وتتصرف مع العالم بهذه الطريقة؟ هذا هو الشيء المؤسف. يعني هي للسعودية ليست دولة يعني بسيطة، هناك من الدول ما تأخذ استقلاليتها وتدير شؤون، لكن السعودية دولة تمثل حيز كبير من الوعي العربي، من الوعي الإسلامي، من عمق الإنسانية. فكيف تأتي الأمور بهذه الطريقة؟ لذلك توجيه النقد إلى يعني إلى النظام الحاكم وإدارته بهذه الطريقة أمر مفروض وواجب، يعني كي لا يستبد أكثر برغم كل الاستبداد اللي موجود.